هاي، لو حابين تعرفوا ازاي عملت اللوحة دي من طبق الحلويات، شوفوا الفيديو للآخر. اول حاجة هجيب الطبق ده وهدهنه باللون الابيض، لو مش متوفر ممكن نستخدم السكتش عادي. هبدأ باللون الازرق والسماوي. لو حابين تعرفوا انواع الالوان واسعارها اكتبولي في التعليقات. بعد كده هدمج اللونين مع بعض. وبعد ما عملت نص اللوحة هدمج معاهم اللون الأبيض. لحد ما يديني درجة لون السماء. لو هنستخدم الألوان دي على الورق يفضل ان يكون الورق مبلول او الورق يكون. وبعد كده هنجيب اي فرشة سنان قديمة زي دي وهنحط فيها لون ابيض وهنعمل النجوم بالشكل ده. هي اسهل طريقة لعمل النجوم. بعد كده هستنى ما اللوحة تنشف وبعد كده هستخدم الفرشة دي وفرشة مسكرة قديمة وثلاث ألوان أصفر وأخضر وأسود. أنا استخدمت فرشة المسكرة دي عشان أنا معنديش اللي هي الفرشة اللي بترسم الشجر بتاع الكريسماس، هي دي أسهل حاجة ممكن أعمل بيها الشجر ده. شجرتين بس. بعد كده هجيب فرشة المسكرة وابدأ اعمل باللون الاخضر. هعتذر جدا لو جودة الفيديو مش حلو، بس يعني اللي انا برسمه في الشجرة اللي هو عبارة عن نقط بالمسكرة باللون الاخضر. Thank you.
الشجرة التانية بنفس الطريقة برضه، وبعد كده هنعيد عليهم على الخطين اللي رسمتهم في الأول باللون الغامق. بعد ما خلصت اللوحة هلزق عليها شخصيات بيتي